كلمة. سيدات والسادة الخبراء، سيدات والسادة إطارات الدولة، بسم الله الرحمن الرحيم. سيد سعيد أزرب، أرحب بكم باسم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. و تشاركنا مع المنظمة المؤسسة الألمانية للقانون الدولي إيرزاد هي فرصة كبيرة لتطوير المهارات العمل لموظفي السجون، وطبعا هذا راح نتعاون مع بعضنا لتقاسم أحسن ربما الممارسات لتطوير هذه المنظومة السجنية في الجزائر، وكذلك التعريف على التجربة الجزائرية من خلال تبادل التجارب مع الخبراء الألمان. كان تبادل مثمر من ناحيتين، معناتها أيضا معناتها الخبراء اللي شاركوا معناتها في هذا البرنامج من الجانب الألماني استفادوا معناتها في الالتقاء معناتها مع الخبراء الجزائريين، استفادوا من التجربة الجزائرية أيضا اللي حقيقة معناتها تجربة رائدة، تجربة يعتد بها معناتها في المنطقة، ممكن أيضا من أنجح التجارب معناتها في التعامل معناتها مع السجناء. الجزائر معناتها ابتدت منذ سنوات معناتها إعادة وتعصير للمنظومة السجنية معناتها بصفة عامة، من إعادة بناء معناتها لمؤسسات سجنية، من ترميم لإعادة مؤسسات أو ترميم مؤسسات سجنية، من صياغة فلسفة جديدة أيضا معناتها للتعامل مع السجناء